ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده يا زينب؟ ايه العك ده؟ مالك انك شفتي قتيل؟ ما هو ده عزلنا، احنا مش معزلين ولا ايه؟ ايوه معزلين بس مش بالزباله دي. انا عايزاكي تروحي هانم، ايدك فاضيه. هانم كده ولا هوانم جاردن سيتي؟ تروحي تتدلعي وتتنغنغي وتنسي بقى ايام الفقر والقرف والشقى اللي انت شفتيه. يا زينب احنا كنا غرقانين وقابين على وش الدنيا. بس دي فيها حاجات من ايام ابوك الله يرحمه. ممكن اسمح لك تاخدي صوره ابويا بس، لكن كل ده في الزباله. يا غزال يا غزال، العشق حلال دواب ناني دوب خلتني خيال. يا اسطى غزال انتصار، عاوزه ايه انتصار؟ انا طالبه تحميني يا اسطى، احميني من اوكا ينوبك ثواب، ده ناويلي على نيه سودا. اوكا حبيبي واخويا، وانت ولا مؤاخذه غدرت بيه وتستاهلي كل اللي يجرى عليكي. اوكا ما بيخبيش عني حاجه، وعلشان كده جيت لك احميني من شر. طب ما تخلي السابع اللي اسمه شحته يحميكي. مش شحته ده برضه يبقى يا اختي شحته سيب ضرب عوجه كلها ومشي. والله عنده دم مش زي ناس. ابوس ايدك، مش عاوزه دمي يتصفى تاني، مش عاوزه حد يستقوى عليا علشان وحدانيه وماليش حد يقف لي. اوكا مش هيسيبنا الا ميت، انا عارفه انه مترصدني. طب بطلي عياط بقى واستغفري ربنا، بس يا شاطره عشان تبقي في حمايتي لازم تسمعي الكلام. انا لا اوكا ولا شحته ولا اي راجل من دول، تمام؟ شاليهك حلوة قوي صراحة، تحفة. شاليه؟ انت ليه مصمم على كلمة شاليهك وفلوسك وحاجتك؟ هو احنا مش شركة؟ مش هو ده اتفقنا؟ انت ليه حساسة قوي من كلام يا دولي؟ عاصم انا مش عايزة اتكلم. انا فاهمك، عارف انت عايزة تقولي ايه. اديني شوية يا دولي بس ارتب نفسي. ترتب نفسك ليه؟ دولي يا أنا أمي منشفة دماغها شوية، مش موافقة على جوازنا. يعني إيه رافضة جوازنا؟ يعني أمك، قصدي يعني رشيد هانم، هتحدد لنا مصيرنا إيه ومستقبلنا إيه؟ أنت مالكش رأي؟ دولي أنا ما قلتش كده. دي أمي، الأول والآخر دي أمي، أنا وحيدة وهي ملهاش غيري في الدنيا دي. بصي في حاجات كتيرة قوي هي بتعملها ما بتعجبنيش، حاجات كتير قوي، ولكن من الآخر مش هقدر أسامح نفسي لو جرى لها حاجة. إذا إيه؟ إذا اتجوزتني مش كده؟ للدرجة دي أنا قليلة عندك يا عاصم؟ سيبيني أقنعها، رشيدة عنيدة شوية. وإذا ما وافقتش مصيري معاك هيبقى إيه؟ ما ترد عليا يا عاصم من غير لف ولا دوران. عزلوا؟ ايوه. الانسه دولة اتعزلت؟ دولة وامها سابوا الكمونيه وقرف الكمونيه وراحوا سكنوا في المعادي. عقبالنا يا رب. ده انا سمعت ان ابنها اتجوز جوازه تفرح. طيب بعد اذنك حاجه، ما لاقيش عندك عنوانهم الجديد يعني؟ ما كانش يتعز يا استاذ، للاسف ما سابوليش عنوان. عن اذنك يا استاذ. تخلاها من ورا الطرش في التليفون. ماشي، بس هتروحي مني فين؟ قسما عصما لو اديك في توكر. وعد مني يا دولي، انا ليكي وانتي ليا خلاص، بس اديني مهله. بجد يا عاصم انت صادق المره دي؟ انتي شاكه فيا كده ليه؟ لا مش مساله شك، بس اعتبر ده وعد منك.
وعد مني يا دولي ده اكتر من وعد. انا مديون لك بكل حاجه من ساعه ما طلعتيني من الورطه اللي كنت فيها لحد ما خليتيني صاحب شركه محترمه بارباح محترمه وجبت لنا شقه جديده وشاليه زي الفل زي اللي احنا قاعدين فيه ده. عاصم انت مش مديون لي باي حاجه، وبعدين احنا الاثنين يا عاصم مصيرنا واحد. يعني انا استحملت حاجات كتير قوي، استحملت ذل ومهانه وشقه عشان خاطر في الاخر تبقى ليا، وهو ده كل اللي انا بتمنيه. دولي ما كنتش عارف اني غالي عندك قوي كده. يا عاصم انت لو رحت مني مش هيبقى عندي هدف تاني اعيش عشانه، ساعتها مش هيفرق بالنسبه لي الموت من الحياه. دولي احنا جايين نفرح ونحتفل بشاني جديد، مش عايز غم. اعملي حسابك اننا هنعوم بالليل. نعوم بالليل؟ لا طبعا الدنيا برد جدا. برد ولا انت مكسوفه تلبسي بيكيني قدامي؟ بيكيني حته واحده. مش نزل ده ولا اجهز الغدا ولا تحب اعمل حاجه تشربها الاول؟ لا جهزي الغدا. حاضر. اذا كان على البيت فانا ان شاء الله هقابله بعد بكره في المكان اللي هو فيه، بس هو في الاول قال لي وصل يا عبيد الحاجات دي للبيت، قال لي لازم اخدهم من خزنه الشركه باي شكل واوصلهم لحضرتك عشان لو البيت احتاج حاجه. هو انت مش شايفها غريبه حبتين دي انه بيكلم كل الناس وبيتصل بيهم الا احنا؟ انا مش قادره افهم الموضوع ده خالص بصراحه. وبعدين ايه هو المكان اللي هو فيه ده؟ سر حرب يعني؟ تقدري يا حضرتك تقولي كده؟ في ظروف البيه بيحكيها لك بنفسه، انا ما عنديش تعليمات ان انا احكيها، بس اللي لازم حضرتك تعرفيه ان حياه البيه في خطر، في ناس بيكرهوه ومتربصين له في كل مكان، عشان كده هو حب يحط ستاره حوالين نفسه لغايه الخطر ده ما يزول. هو بقى اللي حفظك الكلام ده تقوله لي؟ يا هانم البيه بيمر بظروف صعبه ولازم حضرتك تعذري ولا ايه؟ ما انا عذرته لعمري، مفيش فايده يا عبيد. يا هانم خليها بجميله واعذري المره دي كمان، ما فرقتش. راضية قالت لي ان انت عايزاني ضروري. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا انسه جميله، احنا الحقيقه ما نقدرش نستغنى عنك. ومن الاخر بقى انا الموضوع الاساسي اللي انا جاي علشان وما رضيتش اتكلم فيه غير في وجودك، لانه الحقيقه يخصك انت اكتر ما يخص الهانم. يخصني انا؟ ده موضوع ايه ده؟ ما تتكلم على طول، انت هتخضنا يا عبيد. عاصم المنسي ودولة حجازي السكرتيرة، يعني في كلام كده انهم هيتجوزوا. عاصم ودولة؟ شفتي؟ مش انا قلت لك قبل كده ده ولا يسوى. شفتي راح لمين؟ للي شبهه. انت كذاب، انت كذاب. عاصم مستحيل يسيبني عشان يتجوز بنت الخدامه. استني بس يا انسه. اوعى من وشي. وانت كمان انت السبب، انت وجوزك اللي خليته عاصم يسيبني. انت السبب انت وجوزك. انا بكرهك كلها. انت السبب انت وجوزك. سيبها، ده احسن خبر قلته لي. اهو غرف الستين داهيه مع اللي شبهه. اسمع ابو هيثم، فكك من الاثنين الرجاله اللي معاك دول، طفي اللمض والنور اللي انت عامل بيهم فرح عشان نعرف نتسرسف في العتمه. هو الولد مرجاوي قال له كل اشاره ايه؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم حاجه واصل. مش مهم تفهم حاجه ابو زهرة، انا عارف كل حاجه. وانا جاي معاك قرطاس يا ولد؟ احنا مش كنا جبنا معانا حراسات احسن؟ انا ثلاث رجال، ابو هيثم ربعنا، والسلاح بتاعنا في شنطه العربيه. بنخاف من ايه؟ خايف ابو هيثم ده يطلع غبي ويروصنا معاه. غبي كيف؟ ابو هيثم ده جن مصور. ما قلتليش يا شبراوي، ايه رايك في كلام ابو هيثم ده؟ بيتهيألي بيقول كلام زربيح. بقى في صاحب ملك يخفض 300,000 جنيه في شاليه ثمنه بالكتير 700,000. ليه؟ بيزكي؟ أنا متهيألي إن الشاليه ده فيه إني ومش لاقيين له بيعي، وما صدقوا لقوا زبون وعايزين يرموه ويجروا. الناس ضميرها مات، إمتى بس يا رب الضمير هيصحى؟ يا عم
ربنا يا حاج ابو زارع. كيفك يا مرجاوى ولدي حسنيه؟ والله وطلعت ذكر يا ولدي الفرطوس. يا عم ابو هيثم الله يرضى عليك، نور النور عشان نشوف بعض. اتفضل يا ثروت بيه نتكلم جوه، بلاش نتصدر هنا جنب الباب احسن، نخلينا في الامان. مالك ابو هيثم صوتك مروش كده ليه؟ والخوف مليك؟ احنا لسه بدأنا؟ أما لما نخش على الجد هتعمل ايه؟ طلح معاكوا ولا فين؟ الآلي والخرطوش بره في العربية. فيش وقت للكلام، خلص عشان عايزين ننجز. يالا! أي حركة وسخة هتحصل زي كده تاني؟ عندي أوامر نغربلوكوا. مين اللي معاه مفتاح العربية اللي فيها السلاح؟ مفتاح العربية! إيه؟ أبو جازية شبراوي، خد منه مفتاح العربية وصدر السلاح اللي فيها بسرعة. ما قلت لك بلاش يا كبير، بلاش، أنت اللي سرعت. أنا كنت حاسس بالنهاية اللي إحنا فيها دي. راس أبوي، لو ربنا كتب لي عمر أبو هيثم لطير راسك. مش بس أنت، أنت والكلب اللي وراك. عارفة يا دولي، أنا هقول لك حاجة يمكن أول مرة تسمعيها مني. أنا في الأول كنتش قادر أحبك، ما كنتش متخيل إني ممكن أحبك أصلاً. ليه يا عاصم؟ عشان أنا بنت زينب الشغالة وحجازي سواق، عشان كده كان سهل قوي إني أرتبط بجميلة حيث العيلة والفلوس. لكن بعد ما عرفت الجميلة عرفت إن الله حق، ورجعت فيلم حياتي كله من اللحظة اللي عرفت فيها أول واحدة في حياتي لحد اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. وبعد ما رجعت فيلم حياتك اكتشفت إيه؟ اكتشفت إن أنا ما عرفتش بني آدمة في الدنيا دي كلها بتحبني زي ما أنت بتحبيني يا دولي. حقيقي مش هنسى أنت عملتي عشان إيه. حتى أمي قررت إنها ما تسددش ديوني ولا تنجيني من السجن عشان البخل اللي هي فيه، رغم إن عندها بحبك والله يا رشيدة. بس أنت يا دولي في يوم من الأيام ما كانش عندك أي حاجة، ورغم كده اديتيني. عاصم أنا اديك حياتي كلها، عمري كله. أنت مش متخيل أنا ببقى معاك عاملة إزاي. طول حياتي عايشة في كوابيس، الوقت الوحيد اللي بحلم فيه هو الوقت اللي بقضيه معاك. عشان كده عايزة أفضل معاك على طول، عشان الحلم ده ما يخلصش أبدا. شفت بقى الدنيا صغيرة قد ايه يا ثروت؟ يا ترى هنلاقي ايه في جيوبك يا ثروت؟ وزعوها رجلك. وريني. ماشي. شوف. ايه ده؟ قلم ذهب ولا؟ حرام عليك منك ليه؟ يا واكلين ناسكم. بدل البهدلة وقلة القيمة اللي قدامي دي، ما تعترف بكل حاجة أحسن. مين اللي دلك على مكاني هنا؟ يا راجل، ده اللي دلك على مكاني هنا حافظ الخريطة شبر شبر، وعلى علم بميعاد العملية كنت بعملها مع بدر. وده ايه ده كمان؟ دفتر شيكات. ايه ده؟ ده في شيك هنا انت لغيه باسم دوله. ايوه انا باشا، احكي لك حكايه الشيك ده عشان اخلص ضميري قدام ربنا. بس توعدني ان انا اطلع من هنا مش واخد طلقتين في جتتي. اعتبرني وعدتك وانا كلمتي واحده. يا في بقك واخلص كده هموت وكده هموت.
يا لهوي يا ابو زارع يا لهوي، اخرتها يا ابو زارع تموت موت الكلاب وتترمي كيف الجيفه. ليه يا وكلي ناسكم ليه يا باشا؟ صدقني ثلاثة بالله العظيم ثلاثة لمالية في الليلة دي انا براها خالص، انا مش اكتر من شمشيرجي مش عائلاتي يعني. سيادتك فاكر الاستاذ عادل ادهم في فيلم السلخانه لما كان عامل زكي قدره؟ اذبح زكي قدره يذبح، اسلخ زكي قدره يسلخ، انا بقى زكي قدره ده. عظمه اؤمر يا باشا، روح على اللانش بتاعنا شوف عملوا ايه، خلينا نخلص في الليله السوداء دي. يلا تحت امرك، ما تاخرش يا عظمه. حاول يا باشا. قلت زكي قدره، كفايه كده يا ضيق، اخلص وخلصنا يا باشا. انت مش عايز تعرف القصه كلها؟ انا هحكيها لك من طقطق لسلام عليكم يا باشا. السكرتيره الاولانيه اللي كانت عند حضرتك اللي اسمها شهيره دي بعتك، هي اللي قالت لنا على مكانك ودلتنا على كل المعلومات اللي احنا عرفناها عنك. اما بقى بخصوص السكرتيره التانيه دي اللي اسمها دولت، بعتك برضه يا كمان في مقابل ايه؟ في مقابل خدمه ثروت بخدمها لها كسبت من وراها 500,000 جنيه. والشيك اللي في سعادتك ده يا باشا رفضته، كانت عايزه فلوس اكتر، طمع بقى. شهيره؟ طيب شهيره ممكن، لكن دولت انت متاكد من الكلام ده؟ حيوان انت؟ ايوه باشا، الست اللي اسمها دولت دي اتفقت مع الباشا اللي قاعد جنب مني دوت ان هي تسلمك لينا تسليم اهالي بصنعه لطافه يعني. برضه ابو هيثم سبق وسلمنا ليك برضه بصنعه لطافه. الشوله جاهزه؟ كله جاهز يا ريس. مع السلامه يا ثروت، حد وحشني يا بيه. ما تنساش ان انت وعدتني ان انا اطلع من هنا على رجلي. وانا لسه عندي وعد، وعدتك انك انت هتمشي واديك هتمشي، وعدتك ما تخافش رصاصتين واديك هتموت غريب. اعتبوني لوجه الله، اعتبوني. انت جيت لي بس يا ضياء؟ تعب عليك اخويا. معلش يا بدري، كان لازم اتاكد من نهايه ثروت بنفسي. وبعدين انا الحمد لله دلوقتي صحتي بقت كويسه، وعايز انزل مصر اشوف شغلي اللي واقف بقاله شهور. هتعمل ايه مع دولت؟ دولت؟ انا كنت اتوقع الخيانه من شهيره مش من دولت. طيب هنستنى اخويا على نفسنا، يمكن حاجه تنور قدامنا وتفهم. افهم ايه يا بدري؟ ما انا فهمت كل حاجه خلاص. عباد اتصل بيا النهارده الصبح بدري وقال لي ان دولت هتتجوز عاصم المنسي خطيب بنتي. ايه؟ ما صدقتوش في الاول، لكن هو ده اللي هيحصل. طب وناوي على ايه؟ مش عارف، محتاج افكر شويه. على اي حال انت قدامك هنا اسبوع، حنتيره قال بعد الاسبوع هتقف على رجلك ومش هتحتاج العجله دي. ان شاء الله. لكن كده كتير قوي، الموضة طولت بزيادة، أسبوع فات وثروت بيه لا حس ولا خبر، وبكلمه على طول في التليفون مقفول. صح كلامك يا مدام، بس هنعمل إيه؟ أدى الله وأدى حكمته، وبعدين أدينا شغالين وعلي العيال والحالة ماشية. لما يجي لازم تقوله يكلمني. ماشي يا مدام. أنت تفضلي قافلة كده، فكيها بقى يا ماما. مش عايز القمر يزعل مني. ها عايز تصالحني وما تبرش منك؟ يبقى خلاص طلع اللي في دماغك ده واسمع الكلام اللي هقولك عليه. ماما ارجوك يا ماما اعرفي دولي انقذت حياتي يعني حياتي دي اللي انا كنت حاسس اني خلاص هفتقدها. غيرتني من بني ادم بيطارد وعلى وش سجن لبني ادم عنده شركه محترمه وبتكسب. على فكره انت ما جيتليش الشركه وما باركتليش لحد دلوقتي. ما هو انا بقى لا يمكن احط رجلي في الشركه دي طول ما اللي مسجد قاعده فيها. يوه، على فكره هي مش موجوده النهارده. ماما
عايزك تشوفي احنا كنا فين وبقينا فين. بكره ارزلك، بكره ارزلك يا حبه عين امك واتمنى عليك. مش دول اللي تعمل كده، عارفه مين تعمل كده؟ صاحبتك فريال، صاحبه الحسب والنسب، مرات الملياردير اللي قعدت تصوت لي وتلطم لي وطردتك من بيتها عشان 8000 جنيه. الله، الناس بتبص علينا. يبقى تيجي المكتب. حاضر. بحبك يا ماما، بحبك. اي خدمه؟ عاوز مين حضرتك؟ الاستاذه دولت. في ميعاد النهارده مع الاستاذه دولت؟ ميعاد؟ النهارده في ميعاد معاها. ميعاد ازاي؟ اذا كانت هي جايه النهارده صدفه، حضرتك عاوز ايه من الاستاذه دولت؟ ميزو بقول لك ايه، انا ماشيه دلوقتي، اول ما الاستاذ عاصم يجي تقول للناس يقلوا الداتا كلها في درج المكتب، لازم يبص عليها النهارده، فاهم؟ حضرتك مش هتستنى الاستاذ عاصم؟ لا هيتاخر لانه عنده مشاوير كتير. استاذة بعد اذن سعادتك كلمنا. يا عم استنى بس شوية. يا استاذة كنت عايزك مسألة مهمة قوي قوي قوي. طيب شوف هو عايز ايه. يا استاذة انا مش عايزه هو. في ايه؟ في موضوع يخصك لازم تعرفيه مع شيحة السويسي. ميزو انا عندي اجتماع، ما تدخلش حد عليا. وانت بقى جبت الصور دي منين؟ لا بص حضرتك انا مش جاي هنا عدو ليكي ولا ناوي شر، انا فعل خير. انا فعل خير. كل اللي اعرفه بقى ان شحت السويسي صورك بالموبايل بتاعه فيديو في المحل الملابس بتاع خميس ابو ليلى، وانت يعني لا مؤاخذه يعني متغيره دونك، والبتاع ده بقى اللي عليه فيلم الفيديو، والصور بقى مطبوعه من السي بي ده. وطبعا شحته هو اللي بعتك ليه بالحاجات دي؟ عيب يا استاذه، عيب، شحته اللي بعتني. بقول لك انا فعل خير يا استاذه، شحته كان عايز ياخد الفيلم يديه لعاصم المنسي، والصور بقى يوزعها على زمايلك في الشركه هناك، ستات ورجاله حبايبي كلهم يعني. ده بينتقم مني بقى. انا قلت حرام، دي اعراض ناس، وأعراض الناس مش لعبة، عشان كده بقى سرقت الحاجات دي منه وجبتها لي، مع إن ده يعني ممكن يخسرني صاحبي وصديق عمري وأبقى عدوه. وأنت عرفت مكاني منين؟ دي حكاية شرحها طول يا أستاذة، المهم أنت ليكي الغرض منها وخلاص. وإيه اللي مطلوب مني بقى يا سيفاء الخير؟ يعني لولا العزة يا أستاذة يعني، ورحمة أمي لولا العزة بس، وإن أنا محتاج قرشين ما كنت طلبت 50,000. 50 ايه؟ نعم يرحم امك انت بتستعبط. اهدي يا استاذه اهدي، فكري يا استاذه دولت، انا ممكن اسلت ايدي من الموضوع ده خالص وارجع الحاجه لشيحته، ويا دار ما دخلك شر، بس في الاخر بقى انت اللي خسرانه. ماشي، معاك نسخه تانيه من الحاجات دي؟ دي اخر نسخه كانت على الموبايل ده، كنت شايلها كده يعني احتياطي، يعني استلم فلوسي اسلمك الموبايل وعليه الحاجه. اتفضلي يا ماما. اهلا استاذ عاصم، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ميزو؟ ازيك يا استاذ؟ والدتي مدام رشيده. الحمد لله على السلامة يا هاني، نورت الدنيا كلها. ايه الألوان البلدي دي؟ ايه ده؟ هي بلدي فعلا يا ماما. ده ذوقك انت ولا ذوقها؟ بحبك، اتفضلي. اتفضلي يا هاني. دول انت هنا؟
ده ايه ده ايه ده ده انت فضايح حكايه علني ومسجله صوت وصوره وكمان مسلطه عليها الحرام اللي كان عندك وجري ده عشان يسرقني. اخرسي ما اسمعش صوتك. يا لهوي يا دي المصيبه يا لهوي يا دي المصايب اللي نازله على دماغك يا عاصم يا ابني. ما يهمناش غلطانه مش غلطانه لنفسك يا حلوه احنا مش هنناسبك. طب ابوس ايدك ابوس ايدك ما توصليش صوره غلط لعاصم ورحمه ابويا. انا اول مره اشوف الراجل ده بيبلطج عليا ما اعرفش منين. تبوس ايدي طبعا ما انت واخده على بوس الايادي متعوده عليها ابا عن جد. انا مش هتكسف ان انا ابوس ايدك عشان خاطر عاصم انا مستعد اعمل اي حاجه. اوعي ايدي كده لا تنجسيها. ده انت ممسوكه متلبسه بفضحتين، فضحت الصور الخليعه وفضحت الحرام اللي كنت قاعده بتتفقي معاها علينا، بتتفقي معاها علينا تاني بعد اللي حصل اولاني. اقسم لك بالله الراجل ده انا اول مره اشوفه في حياتي، وبعدين الصور قدامك اهي مش محتاجه شرح، دي متصوره من ورايا. صدقيني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. اوعي ايدي. ولاد الحرام يا حبيبتي تبقى انتم، اما ولاد الحلال فهو احنا. كفايه بقى وابعدوا عننا، انا ما عنديش استعداد حد يحطم حياتنا تاني. انت فاهمه ولا لا؟ انت تنسي عاصم ده من دماغك خالص. ابعد عننا. اشغلها اتقلينا افندم. تعالى هنا اسمع ما اقولك. الشركه دي من النهارده مقفوله تتقفل، فاهم ولا لا؟ تروح الشركه لون وقفل وتقفلها من بره وتقعد في بيتك وتستنى اوامر من عاصم ابني. انت فاهم؟ بس قبل ما تقفل الشركه تطلع الشيء اللي واقف ده بره وتنظف الشركه من القذاره اللي فيها. شركه ايه اللي هتتقفل؟ الشركه دي عندها التزامات وفلوس شغاله، تقفلي ايه؟ ما يخصكيش يا حبيبتي، عاصم ابني يعرف يتصرف. هي دي اللي ما تخصنيش. وعاصم مين ده ان شاء الله اللي هيعرف يتصرف؟ ايه هتذبحيلي؟ والنبي يا هانم بقى عشان خاطري بعد اذنك يعني يا انسه دوله بعد اذنك. اخرس انت. بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي سكتلك عشان انت بس ام عاصم، لكن لازم تبقي عارفه بقى الشركه دي بتاعتي انا، كل قرش اتصرف هنا من فلوسي انا، الشركه دي قامت وبقت محترمه على ايدي انا. قصدك ان ابني ملوش حاجه هنا خالص؟ بقول لك ايه، بلاش شغل الاراجوزات ده، وما تعولينيش كلام انا ما قلتوش. انت فاهمه كلامي كويس. انا اراجوز؟ انا اراجوز يا تربيه الكمونيه؟ الله يرحمك ياما. على راي المثل قالتها لي، قالت لي ما تعشميش نفسك تشمي ريحه المسك من مقلب الزباله يا زباله. لو كنت يا حلوه رسمه على ابني انسي، بعد اللي شافه بعينيه هيلغي اي اتفاق بينكم. وبعدين من امتى؟ من امتى يا اختي عندك فلوس وشركه يا بنت حجازي السواق؟ ها؟ خلاص الشركه دي يا حبيبتي بتاعت ابني، ابني عاصم بيه المنسي. انا ما انكرش ان انا بنت حجازي السواق وزينب الخدامه، لكن دولة بنت حجازي دي كافحت وشقت عشان تبني نفسها، أظن ده مش عيب. العيب إنك ما بتعرفيش مقامك. والله العظيم عارفاه، عارفاه كويس أوي، بدليل إن أنا عمالة أتحايل عليكي وهبوس إيدك مرة واتنين وتلاتة كمان لو ده يريحك. ما تذليش روحك أكتر من كده، شكلك بقى وحش أوي، بص إيدي مرة خلاص، منظرك بقى عار. إنتي اللي وليه عندك نقص ومليانة عقد وبتكرهي نفسك. أنا عندي نقص يا ناقصة يا ليلة الأدب. حرام عليك يا هانم بتتذللك من الصبح مش كده؟ اوه بتسلطي عليا زي ما اتفقتي مع الحرامي عليا. قصدت لي دراعي بتضربيني انت والساعه. يا افطروا عليا الخدامه بنت الخدامه يا حوش.
يا بلطجي يا حرامي يا ابن الكلب. قوم لي ام التليفون، لا اعرف اطلب لك بوليس ولا اسعاف. قدامك حل من الاثنين، يا تقعد هنا لحد ما دمك يتصفى يا تتحرك. مش هسلم نفسي، سيبني اموت هنا. مش هسلم نفسي، سيبني اموت. انت مين يالا؟ انت مين يالا وبتعمل ايه في المكتب؟ تعمل ايه مع دولي؟ هل قالت لك تسرق بيتي؟ هل قالت لك ترفع مسدس على امي؟ افهمني بس، ابوس ايدك يا عاصم، ابوس ايدك ما تسلمنيش. المرحوم ابوك، المرحوم ابوك كان بيحبني جدا وطول عمره بيعطف عليا، وكان نفسه، كان نفسه ابقى بني ادم كويس، لحد ما جت ست والدتك قضت عليا انا واختي، وحتى كمان المرحوم ابوك الاستاذ أدوال الله يرحمه. ايه ده؟ هو في حريقه في العماره ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ دي بتقول لي كل سنه وانت طيبه. بمناسبه ذكرى وفاتك، انا اختي تبقى انعام اللي اتجوزت المرحوم ابوك الله يرحمه الاستاذ رضوان المنسي. بيعت الورد؟ انا اختي اسمها انعام حمزاوي، وانا عايز ابو حمزاوي وشهرتي أوكا. شهرتك أوكا؟ هذه شهرة، دي شبهة. استغفر الله العظيم يا رب. أنا هشيلك واخدك المستشفى بدل ما تموت هنا. بتاخد البطالة معاك؟ هتسلمني؟ مالكش دعوة، ما تخافش. والدك الله يرحمه كان براعينا وبعيش انا واختي العام في خير وفي نعمه، ما كانش يخلينا عايزين اي حاجه، كنا عايشين اكننا في حلم. حد ما ظهرت الست والدتك اتقلب الحلم ده، اتقلب لكابوس، كابوس. معلش معلش يا عيسوي، بالنسبة لدولي دولت احكي لي القصة اللي حصلت، انا ما اعرفهاش. تعبان، حاسس اني هموت، تعبان. معلش الدكتور زمانه راجع، بس رد على سؤالي الاول من فضلك. تعبان، حولي تعبان، تعبان. ماشي. يا اخوانا اللي برا، كان معانا دكتور دلوقتي. انتوا راجعين في حصة سير؟ الدكتور نيازي مبلغ الشرطة عشان يجي يعمل محضر. دكتور راح فين؟ دكتور نيازي. يا دكتور انت بلغت الشرطة؟ طبعا بلغت الشرطة. دي فيها مسؤولية كبيرة على المستشفى، والأشعة بتقول إن حالته خطيرة. أنا عايز أعرف حضرتك خايف من إيه؟ هو هربان من حاجة؟ هيكون هربان من إيه يا دكتور؟ يعني هربان من مراته يا جوز يعني، بس غير كده لأ يعني. ده هرب أهو. يا ابن المتضايقة، يا عيسوي، يا أوكا.